الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يا ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد وأحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد حبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، أغلب المشاكل التي تقع في بيوتنا وفي أسواقنا وفي علاقاتنا الاجتماعية إنما مردها إلى الغضب والانفعال الزائدين وعدم التحكم في النفس وضبط الأعصاب. وبالتالي نشأ عن هذه المشكلة أمراض خطيرة، وأغلب الأمراض التي نعاني منها اليوم لا سيما القلبية والدماغية والعصبية منشأها من الغضب والانفعال. ومنعكسات الانفعال والغضب على البدن وعلى حياتنا. وبالتالي كان حريا على المسلم أن يبحث عن علاج للغضب عند طبيب البشرية ومعلم الإنسانية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فتعالوا بنا أيها الأكارم لنطرق باب النبي عليه الصلاة والسلام ونبحث في سنته وسيرته عن علاج الغضب. أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله أوصني. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. فردد الرجل مرارا، والنبي عليه الصلاة والسلام في كل ذلك يقول: لا تغضب. وجاء رجل آخر إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، علمني شيئا ولا تكثر علي لعلي أعيه. وجاء رجل آخر قال: يا رسول الله، علمني كلمات أعيش بهن ولا تكثر علي فأنسى. فأرشد النبي عليه الصلاة والسلام هذين الرجلين إلى ترك الغضب، فقال لكليهما: لا تغضب. وأيضا أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، ماذا يباعدني من غضب الله عز وجل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. يقول الرجل: ففكرت حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما قال: فإذا الغضب يجمع الشر كله. لذلك أيها الكرام، إن اليوم ما نعاني منه من تشتت الأسر وما نعاني منه اليوم من أزمات إنما هو سببها الغضب والانفعال والغيظ الذي نعاني منه اليوم. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نترك الغضب، ووعدنا على كظمه بجنة عرضها السماوات والأرض. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أيها الكرام، كيف عالج النبي عليه الصلاة والسلام الغضب؟
تعالوا بنا لكي نستذكر سوية هذه العلاجات التي وضعها النبي عليه الصلاة والسلام الوقائية لكي نتخلص من آثار الغضب على حياتنا وفي مجتمعنا. أما العلاج الأول فهو أن نتحصن بالله سبحانه وتعالى، أن نلتجئ إلى الله تعالى بذكره. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. أمرنا الحق تبارك وتعالى إذا وسوس الشيطان إلينا وإذا استطاع الشيطان أن يتحكم فينا فعلينا أن نتحصن بالله، بأن نستعيذ بالله تعالى من وساوس هذا الشيطان ومن شره. اسمعوا أيها الكرام إلى ما حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. أخرج البخاري في صحيحه عن سليمان بن سرد رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما فإذا رجلان يستبان أي يتخاصمان ارتفعت أصواتهما، أحدهما احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجده من الغضب، لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد. فانطلق رجل إلى ذلك الرجل الغضبان قال له: إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعوذ بالله من الشيطان. فقال هذا الرجل: وهل بي جنون؟ إني لست بمجنون. فازداد غضبا ثم ازداد غضبا. هذا الرجل أرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى طريقة يتخلص بها من الغضب، لكنه رفض أن يمتثل أمر الله، أمر النبي عليه الصلاة والسلام. والله تعالى يرشدنا ويأمرنا إلى أن نتمسك بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. أيها الإخوة الأكارم، فنحن حري بنا أن نمتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام، أن نتحصن بالله تعالى من شر الشيطان، من شر وساوسه وكيده، فهو يريد أن يفرق بين الزوج وزوجته، بين الأب وابنه، وهكذا يريد الشيطان أن يوقع العداوة بيننا، فتحصيننا بذكر الله تعالى يفسد مخططات الشيطان. أما العلاج الثاني فهو إذا دخل الغضب إلينا ألا نتكلم عند الغضب، أن نسكت السكوت. فالله تعالى أمرنا بالكلمة الطيبة وأمرنا أن نتكلم بالحسنى. قال تعالى: وقولوا للناس حسنى. فنحن مأمورون إما أن نتكلم خيرا فنغنم، وإما أن نسكت فنسلم. أخرج الإمام البخاري في الأدب المفرد والإمام أحمد في المسند عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: علموا ويسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وإذا غضب أحدكم فليسكت. فالسكوت هنا هو لئلا يصدر عن الإنسان ما هو قبيح، وبالتالي يوجب الندم على ما صدر منه. أما العلاج الثالث فهو الوضوء. الوضوء سلاح المؤمن، وهو نور له في الدنيا والآخرة. أخرج الإمام أبو داود في سننه والإمام أحمد في مسنده عن أبي وائل الصنعاني قال: دخلت على عروة بن محمد السعدي
فكلمه رجل فأغضبه فقام فتوضأ ثم رجع وقد توضأ. ثم قال: حدثني أبي عن جدي عطية السعدي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. أما العلاج الرابع للغضب فهو تغيير الوضعية التي أصابك الغضب فيها. فإذا كنت قائما فاجلس، وإذا كنت جالسا فاضطجع. قال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه أبو داود في السنن وابن حبان في الصحيح عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب، أي إن ذهب الغضب عنه، وإلا فليضطجع. ثم العلاج الخامس يكون بتغيير المكان الذي أصابك الغضب فيه. أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بيت فاطمة رضي الله عنها يوما من الأيام فلم يجد عليا رضي الله عنه وكرم الله وجهه، فقال لفاطمة: أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني، أي تغاضبنا في شيء، فقام وخرج ولم يقل عندي، أي لم ينم عندي في البيت وقت القيلولة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لإنسان: اذهب فانظر أين هو. فذهب هذا الرجل ليبحث عن سيدنا علي رضي الله عنه فوجده في المسجد. فانطلق النبي عليه الصلاة والسلام طبيب البشرية ومصلح الإنسانية، دخل إلى المسجد فإذا بأمير المؤمنين علي متوسد في المسجد مضطجع، وقد نزلت عباءته عن جسده الشريف. فانطلق النبي عليه الصلاة والسلام إلى سيدنا علي وهو يمسح الغبار عن جسده وعن عباءته وهو يقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب. فكيف عالج سيدنا علي الغضب؟ غير المكان الذي غضب فيه. وكيف عالج النبي عليه الصلاة والسلام مشكلة حدثت بين ابنته وبين صهره؟ لم ينتصر لابنته، وإنما عالج هذه المشكلة بمنتهى الإصلاح وبمنتهى الحكمة والتأني. فهكذا عالج النبي عليه الصلاة والسلام الغضب، أولا إذا بالتحصن بالله سبحانه وتعالى، ثم إذا غضبت فاسكت ولا تتكلم، ثم توضأ، ثم غير وضعيتك التي كنت عليها، ثم غير المكان. أيها الكرام، ما هو ثواب من ترك الغضب لله سبحانه وتعالى؟ أخرج الإمام البيهقي في شعب الإيمان والإمام الحاكم في المستدرك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة من كن فيه آواه الله في كنفه، وستر الله عليه برحمته، وأدخله الله في محبته. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: من إذا أعطي شكر، وإذا قدر غفر، وإذا غضب فتر. فالغضب أيها الكرام مشكلة المشكلات، وهي التي أوقعتنا في الحرج مع أهلنا وأحبابنا، في سوقنا، في تجارتنا، في بيوتنا. فالغضب إنما يعالج بهذه الطريقة، إنما يعالج بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله تعالى أن يحسن أخلاقنا، وأن يوسع أرزاقنا، وأن يشرح صدورنا، وأن ييسر أمورنا، إنه ولي ذلك. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.